أهلا بكم. في الذكرى الأولى لمجزرة النجف حين ارتكبت قبل عام الميليشيات مذبحة ضد ثوار تشرين واستشهد وأصيب فيها أكثر من 200 متظاهر من المنتفضين السلميين ضد الحكومة وأحزابها الفاسدة، فبعد مرور عام على المجزرة توافد إلى ساحة ثورة 20 في النجف المتظاهرون للمشاركة في إحياء ذكرى شهداء المجزرة، مطالبين بمحاسبة مرتكبيها ومحاكمتهم بما يحقق العدالة لأهالي الشهداء، حيث اتهم ذو ضحايا مجزرة النجف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالوقوف وراء التحريض على قتل أبنائهم بتصريحاته التي سبقت الهجوم على ثوار تشرين بواسطة عناصر الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر أو ما يعرفون بأصحاب القبعات الزرق، حيث أطلقوا الرصاص الحي وأحرقوا خيامهم بالزجاجات الحارقة، إذ وصف المتظاهرون الصدر بالخائن وأنه ينفذ أجندة طهران في العراق. بينما دعت اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين للخروج بتظاهرات في عموم محافظات العراق وتصعيد الحراك السلمي في 25 من شهر شباط الحالي. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام نتساءل لماذا لا يحاسب قتلة المتظاهرين؟ أين القضاء منهم وهم معروفون؟ متى ينتصف لدماء الشهداء؟ هل نجحت المجزرة في تخويف شباب الثورة؟ نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار. قبل عام سجلت الميليشيات صفحة أخرى في تاريخها الملطخ بالدماء حين ارتكبت مجزرة على ثوار تشرين بمحافظة النجف التي استشهد وأصيب فيها أكثر من 200 متظاهر من المنتفضين السلميين على الحكومة وأحزابها الفاسدة. أفراد الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر أو ما يعرفون بأصحاب القبعات الزرق هم من نفذوا الهجوم على المتظاهرين عندما حاولوا إخلاء ساحة التظاهرات بحسب وكالة رويترز، وألقوا زجاجات حارقة على خيام المتظاهرين وأطلقوا الرصاص الحي عليهم. ذو ضحايا مجزرة النجف يتهمون زعيم التيار الصدري بالوقوف وراء التحريض على قتل أبنائهم بتصريحاته التي سبقت الهجوم على ثوار تشرين. المتظاهرون الذين وصفوا الصدر بالخائن وأنه ينفذ أجندة طهران في العراق توافدوا إلى ساحة ثورة 20 في النجف للمشاركة في إحياء ذكرى شهداء المجزرة، مطالبين بمحاسبة مرتكبيها ومحاكمتهم بما يحقق العدالة لأهالي الشهداء. في حين شهدت قاعة الجواهري ندوة أدبية تحت شعار الوطن حتى الموت عن تضحيات شهداء ثورة تشرين بمناسبة الذكرى السنوية للمجزرة التي ارتكبتها ميليشيات القبعات الزرق التابعة للصدر في ساحة الصدرين في النجف، تخللته هتافات تندد بجرائم الميليشيات. أثارت تلك الهتافات حفيظة من ارتكبوا تلك الجرائم، فهدد أحد المقربين من مقتدى الصدر بالرد عليهم ووصفهم بالمجموعة البعثية والدواعش والذين يتشبهون بالغرب والعدو الصهيوني على وفق تعبيره، مهددا بجعلهم عبرة للجميع. المتظاهرون في المحافظات الأخرى كانت لهم وقفات استذكار واستنكار في الذكرى السنوية للمجزرة، فمع مرور عام على مجزرة النجف إلا أن السلطات في العراق لم تعلن نتائج التحقيق في المجزرة حتى اليوم، ولم تعلن أيضا نتائج التحقيق في قتل المتظاهرين في بقية المحافظات. ما حصل في ساحة الصدرين وقبلها في ساحة التحرير والذي لا يزال مستمرا في الحبوبي وغيرها من أعمال قمع ارتكبتها أحزاب السلطة وأدواته وتجاهل الحكومة تلك الدماء يكشف عن حقيقة اشتراك الجميع في قتل العراقيين مقابل الحصول على المناصب والامتيازات من دون الالتفات لأدنى حقوق الشعب. إذن أرحب بضيوفي بداية في هذه الحلقة الأستاذ حسين ندلي الصحفي والعلامي العراقي ضيفي في الأستوديو. مرحبا بك أستاذ حسين. وأرحب بالأستاذ رحيم الكبيسي وأستاذ القانون الدولي ينضم معنا عبر الهاتف من عمان. أستاذ رحيم الكبيسي مرحبا بك. حياتي وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بكم ضيفي الكريمين. إذن بداية أبدأ معك أستاذ حسين، يعني بعد مرور سنة على المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات القبعات الزرق في النجف بعد مرور عام كامل، كيف تصف مجريات ثورة تشرين
وهذه الأحداث المتوالية وعمليات التهديدات والمداهمات والاعتقالات ومحاولات الاغتيال المستمرة. شكرا لكم على الاستضافة. الحقيقة شباب الثورة الآن في المرحلة الثانية أو الثالثة صح التعبير من عمر الثورة. اليوم شباب الثورة يسعون إلى إعادة أو استعادة الزخم الثوري في الساحات وفي شوارع المحافظات العراقية المختلفة. ما شهدناه قبل يومين في الذكرى الأولى لمجزرة النجف كان مؤشرا جيدا على تضامن الساحات الثورية. كان هناك حضور من أكثر من محافظة في ساحة صدرين في النجف، وكان هناك تضامن واسع النطاق في وسائل التواصل مع شباب الثورة. وكانت هذه المجزرة فرصة للتذكير بمن هو العراقي الوطني ومن هو أعداء العراقيين. أعداء العراقيين اليوم أشكال شتى، سواء من الحكومة المتواطئة والمتخاذلة، الميليشيات المرتبطة بالدول الإقليمية، فضلا عن جهات حزبية متنوعة تحاول الإبقاء على مكتسباتها التي حصلت عليها من الانتخابات المزورة خلال 17 عاما الماضية. ولذا ما يسعى إليه الثوار والشباب المنتفض في الساحات ومحاولة إيقاف الاعتداءات على الشباب الثورة والناشطين التي بتنا نسمعها يوميا وأصبحت جزء من نشرات الأخبار، محاولة اغتيال وضرب واستهداف ناشط هنا أو ناشط هناك. ولم تعد هذه الاعتداءات تستثني أحدا، أصبحت ممتدة على معظم المحافظات الوسط والجنوب العراقي، وتنوعت هذه الاعتداءات، وإن كان النصيب الأكبر تتهم بها ميليشيات وسرايا السلام المرتبطة بمقتدى صدر. إذا بانتقال إليك أستاذ رحيم الكبيسي، من الناحية القانونية من المسؤول عن عمليات القتل ضد المتظاهرين وهذه المجازر التي ارتكبت قبل عام وحتى منذ انطلاق ثورة تشرين وإلى اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم أيها العزيز وتحياتي لكادر القناة والمشاهدين الكرام، تحياتي لضيفكم الكريم. الرحمة لشهداء ثورة تشرين ومنهم شهداء مجزرة النجف التي نستذكرها لمرور سنة عليها، وشفاء لكافة الجرحى الذين دفعوا من دمائهم الكثير. العودة البسيطة إلى الوراء، عندما انفجرت الجماهير بتظاهرات متظاهرون يحلمون بوطن كبقية بشر الكرة الأرضية تسمى عادة، صدرت الأوامر كيف التعامل مع هذه الجماهير التي امتدت من في كل الساحات، من كربلاء إلى النجف إلى ساحة التحرير إلى ساحة الحبوبي إلى البصرة، وحتى في المحافظات الأخرى التي يقال بين قوسين أنها لم تنتفض، هي انتفضت بتأييدها لهذا الحراك الجماهيري. طبعا لابد ان نعرف كيف وجه هذا الحراك الجماهيري. نتذكر جيدا مساله الطرف الثالث والقنص الذي قامت به هذه المجموعات المنفرده او المجموعات المرتبطه بايران، وقتل الكثير حتى وصل العدد الى اكثر من 500 والجرحى الى حوالي 30,000. عندما نعود مره اخرى، وبالتالي شكلت لجان كثيره، هذه اللجان بالتأكيد لن تتوصل إلى شيء لأن القاتل معروف والضحية معروفة، لكن هذه اللجان نعرف واحدة من عدها التي اللجان عندما أرسل رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي جميل الشمري إلى الناصرية وإلى ديقار، وفي ساعات الصباح الأولى قتل أكثر من 130 شهيد ولم تتحرك هذه اللجان، وإذا معروف القاتل ومعروف الضحية لكن لا أحد. لماذا لا يحاسب قتلة المتظاهرين؟ ألم يتعهد الكاظمي بمحاسبة قتلة المتظاهرين؟ لماذا إلى الآن لم يقدم أحد منهم أو أحدا منهم إلى العدالة؟ سمعنا الكثير، نحن نحتاج إلى تحريك الدعوة العمومية من قبل المدعي العام
وبالتالي يبدأ الآن أشرطة الفيديو معروفة خصوصا في منطقة النجف، من القتلة موجودين الآن يسرحون ويمرحون. فالمدعي العام لا يحرك الدعوة العمومية، لأنه يعرف جيدا عندما يصل طبقا لقانون العقوبات المادة 48 من 511 سنة 69 وتعديلاته، إذا هذا القانون يحدد المرتكب الجريمة والشريك في ارتكاب الجريمة، والشريك قد يصل لمن حضر، ونحن نعرف من حضر هؤلاء باعتبار أن هؤلاء المنتفضين هؤلاء يريدون وطنا ضد إيران، ضد العناصر الفاسدة، ضد الأحزاب الفاسدة، واستهدفت بشعاراتهم كل هذه الطبقة السياسية من 2003 إلى يومنا هذا. وبالتالي لا تستطيع أن تحاسب أحد، لأن الذي تحاسبه هو الذي يتحكم في العملية السياسية، هو الذي يحكم، هو القوة الغاشمة الموجودة في الشارع. وبالتالي لا تستطيع أن تقول هذه اللجنة توصلت إلى، وهذه لجان عديدة، ونحن نقول دائما إذا أردت أن تميت موضوعا فشكل له لجنة. كم من اللجان تشكلت من سقوط الموصل وبعد ذلك، لكن لم يتوصل أو توصلوا لكنه لم يحاسبوا أحدا. وبالتالي هذه الحكومة التي قالت نحن جئنا من رحم تشرين كذبا هذا الكلام، هذه الحكومة وعدت هكذا، وعدت بمحاربة الفساد، وعدت بمحاسبة الذين قتلوا عدد كبير، لانها وبالتالي لن نستطيع ان نجد هؤلاء يساقون الى ساحات القضاء الا اذا كانت هناك حكومه قويه، واذا كانت هناك اراده لا تخاف الايران ولا تخاف هذه المجموعات المنفلته التي تسيطر على الشارع، لها باجاتها الخاصه، لها سلاحها الخاص، لها سياراتها الخاصة، اسمح لي أستاذ رحيم، ولا تستطيع أن تصل إليهم. سأعود إليكم مرة أخرى، أبقى معي لو سمحت. أستاذ حسين، يعني عندما حصلت التفجيرات في ساحة الطيران شهدنا بعدها عمليات إعدامات، وحصلت اتهامات لجهات مجهولة لا نعرف من هي، ولكن هنا ترى أن قتلة المتضاخرين تعهد رئيس الحكومة بأنه سوف يقوم بتقديمهم للعدالة، في حين أن المدعي العام مثل ما تفضل الأستاذ رحيم الكبيسي لا يتحرك، أو ليس هناك أي تحرك باتجاه تسليم قتلة المتضاخرين للعدالة، لأن من يحكم هو المدان مثل ما تفضل الأستاذ رحيم الكبيسي. ولكن هنا يعني كيف تنظر إلى هذا الأمر، يعني وأنتم إعلامي وترى أن كل عمليات القتل وكل عمليات الجرائم التي حصلت في العراق يتم تقييدها ضد مجهول؟ يعني هو لا إخفاء على الكثيرين أن الحكومة متواطئة بشكل مفضوح، وهذه الحكومة وأجهزتها الأمنية متخاذلة عن نصرة المتظاهرين، وهي ليست فقط نكثت وعودها التي أذاعها مصطفى الكاظمي أكثر من مرة في أكثر من مؤتمر صحفي وأكثر من لقاء، بل الآن انتقلنا من مرحلة الخذلان إلى مرحلة الاصطفاف مع الميليشيات التي تقوم بعمليات الاغتيال والخطف والتعذيب، وهذا مرتبط أيضا بوجود منظومة قضائية فاسدة. اليوم فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى ليس له دور حقيقي في محاسبة الجهات التي تتهم، وهي معروفة، وهناك أدلة على كثير من المجازر التي وقعت بحق المتظاهرين. شاهدنا مجزرة الناصرية التي ارتكبها الفريق جميل الشمر، وجميل الشمر الآن ضابط يكرم ويقلد الأوسمة والأنواط. شاهدنا مجزرة النجف وهناك صور كثيرة تدين القتلة، بل هناك اعترافات الآن لكثير من الميليشيات في حساباتهم الشخصية على وسائل التواصل يعترف بل ويتباهى بأنه ارتكب تلك أعمال القتل. حتى مقتدى الصدر نفسه، وحتى ما يسمى وزير مقتدى صالح العراقي في حسابه المشهور، عندما سمى تلك المجزرة وهنأ من قام بها بأنها محاولة للقضاء على المندسين ومن سماهم العملاء، مقتدى الصدر نفسه في لقاء معروف ومذاع علنا قال هذه جرت إذن. هو اعتراف واضح بارتكاب تلك الأعمال، لكن عندما يكون
المنفذ والمحاسب هو نفس الجهة، الجلاد والضحية الضحية يكون هناك إشكالية حقيقية. هنا لابد أن تنتقل مرحلة التصدي لمثل هذه الممارسات والسلوكيات الشاذة إلى أولا تضامن شعبي داخل العراق، بحيث تجاير وسائل التواصل مع الجهات الفاعلة. وهنا نشدد على أهمية روافد الثورة في إمداد النشطاء وإدامة زخم الناشطين وحمايتهم. وهنا نشد على أيدي العشائر الوطنية، الزعامات وإن كانت قلة التي لها مواقف صلبة تجاه الممارسات الشاذة للحكومة. أيضا نؤكد على أهمية وسائل التواصل والتضامن الداخلي والخارجي مع الشباب وساحات التظاهر، وندعو أيضا المنظمات الدولية للتدخل والضغط على المجتمع الدولي، على الأمم المتحدة، على منظمة Human Rights Watch وأمنستي وغيرها من المنظمات الدولية، لتفعيل المحاسبة الدولية في ظل تخلي الحكومة إن لم نقل تواطؤها مع الميليشيات ومحاسبة القتلة والمجرمين الذين نفذوا تلك العمليات وما زالوا مصرين على مواقفهم في استهداف الثورة وناشطيها. نعم أستاذ رحيم الكويسي، بالعودة إليك مرة أخرى، هل يمكن تفعيل المحاسبة الدولية عن طريق المنظمات الدولية وعمليات القتل المستمرة ضد المتظاهرين السلميين؟ المحكمة الجنائية الدولية قد تعقد اختصاصا في هذا الأمر. هذه المجموعة التي تسمى بذوي القبعات الزرق، المتنفذ بالتيار كما شاف المدعو صالح العراقي، نحن في لغة القانون نقول الاعتراف سيد الأدلة. فإذا هو يقول يعلن مسؤولية ميليشيا التيار عن هذه الجرائم تحت عنوان إنقاذ النجف من المندسين والمخربين، إذا في هذه الحالة الاعتراف موجود. وهؤلاء إذا ما شكلنا محكمة إذا لم تتوصل إلى القتلة خوفا، وممكن تحريك الدعوة، خصوصا لو أخذنا صحيح أن المجتمع الدولي مع كل الأسف لم يتحرك كما يجب، لكن نستطيع أن نقول من خلال الاستنكارات التي صدرت في اليوم التالي لمجزرة النجف من السفارة الأمريكية على شكل بيان على استحياء، والسفارة الفرنسية والسفارة البريطانية ومنظمة الأمم المتحدة يستنكرون هذه الأعمال الإجرامية. وهناك من زاد قليلا وقال لقد فجعنا بهذه الجرائم التي ارتكبت. إذن أنتم الثلاث دول أعضاء رئيسيين في مجلس الأمن الدولي ولكم حق الفيتو، وبالتالي تستطيعون من خلالكم، هذه شهود عيان من خلال تواجدكم أنتم في العاصمة العراقية، أن هذه الجريمة يرتكبها أولئك الذين يسمون بين قوسين سرايا السلام، أي ميليشيا تحمل سلاحا لكن لا تستطيع الحكومة التوجه إليهم. إذن نستطيع من خلالهم تحريك الدعوة إذا لم نصل إلى نتيجة داخل العراق من خلال القضاء العراقي، لا بد من نقل الأمر إلى مجلس الأمن الذي يحيل بدوره الأمر. من الذي بإمكانه أن ينقل الأمر هذا إلى مجلس الأمن؟ اي نستطيع، يعني في مجموعات عراقيه موجوده، مجموعات العداله في جنيف وموجوده في بريطانيا، تستطيع من خلال هذه الجريمه ضد الانسانيه والجرائم ضد الانسانيه ينعقد الاختصاص بشانها هذه المحكمه الجنائيه الدوليه. لكن العراق ليس عضوا في المحكمه الجنائيه الدوليه، وبالتالي لا بد من احاله، والاحاله تكون من مجلس الامن. ولذلك قلت ثلاث دول الاعضاء في مجلس الامن الدولي ولهم حق الفيتو اصدروا بيانات استنكار، اذا هم على درايه بما حصل في النجف في العام الماضي. يستطيعون هم من خلال رسائلهم الى دولهم ان يحركوا اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه لهؤلاء الذين ارتكبوا هذه المجزره. نعم. إذن أستاذ حسين دولي، بهذه الحالة يعني ما مدى مشروعية الدستور
العملية السياسية التي جاء بها المحتل الأمريكي، من المفترض أن يكون هناك يعني محاسبة لقتلة المتظاهرين. نرى أن هناك ردود فعل أمريكية ضد الميليشيات التي تقصف في السفارة الأمريكية، في حين أن العراق الآن هو يعتبر عراق ما بعد الاحتلال هو مشروع أمريكي، وإلى الآن هو يعني موجود وتدخل أمريكي موجود، ويعني القوات الأمريكية موجودة، السفارة الأمريكية موجودة هنا. ألا تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن استمرار عملية القتل ضد المتظاهرين؟ أولا أخي سمير، أنه الكل يعرف أن العملية السياسية منذ 2003 بنيت على قالب أعوج، وأسس هذا القالب الأعوج رعته الولايات المتحدة وضغط من على الدول الإقليمية بالتوافق أو التخادم مع إيران، وهذا المسار الذي اختطته العملية السياسية منذ 2003 إلى اليوم يمشي على مسار أعرج. هذا المسار أفقر العراق والعراقيين، نهب ثروات العراقيين. اليوم العراق في آخر سلم على مستوى الشفافية، على مستوى النزاهة، على مستوى حماية حقوق الإنسان، على كثير من الأصعدة والمستويات. هذا المسؤولية بالتأكيد تقع على الولايات المتحدة باعتبارها القوة التي غزت العراق واحتلته بمخالفة واضحة للقانون الدولي. لكن نحن لسنا نتحدث عن أمر مثالي في ظل أن المجتمع الدولي الآن والأمم المتحدة ومجلس الأمن يقاد من بعض الجهات التي تتوافق فيما بينها وتتم تصفية القضايا الإنسانية بعيدا عن المسارات الحقيقية التي ينبغي أن تكون عليه. ولذلك نقول أنه مع تغير الإدارة الأمريكية وقدوم الديمقراطيين وإدارة جوي بايدن، لابد أن يكون الشارع العراقي مستعدا لمرحلة جديدة من الزخم الثوري التي تسعى إلى إحياء الثورة وإحياء ساحات الاعتصام بقوة. وهذا ولا شك سيكون له تأثير أولا داخلي وثاني إقليمي. ولا شك أن أي متغير داخلي في بلد مثل العراق كل العيون مسلطة عليه وهو تحت دائرة الضوء، لا شك أنه سيبعث برسائل إلى الإقليم وإلى المجتمع الدولي أن العراقيين لن يسكتوا على استمرار هذه الانحرافات والممارسات الشاذة التي يدار بها العملية السياسية والحكومات المتعاقبة منذ زمن عياد علاوي إلى حكومة مصطفى الكاظمي. نفس الإشكاليات، نفس العقبات. ولذلك استمرار المظاهرات شهرا بعد شهر، عاما بعد عام، وتكرار هذه العمليات الرفض لهذه السلوكيات التي تحكم بها دولة كبيرة ذات تاريخ عظيم مثل العراق لابد أن تنتهي ولابد أن تتغير. هذا التغيير وهذا الإصلاح لا يحدث بمجرد فعاليات بسيطة، وإنما أن تكون هناك حركة قوية تؤثر على الشارع العراقي ككل، ولا بد أن تتوسع وتتنوع الأساليب والوسائل سواء في الزخم الثوري أو حتى على مستوى وسائل التواصل التي أصبحت اليوم دافعة رئيسية في كل محاولة التغيير التي تشهدها شعوب المنطقة. وهذا التغيير إذا كنا نرجو فعلا أن يتغير وأن يؤثر على المجتمع الدولي، فلا بد أن يكون متسقا مع تحركات قانونية. وهناك كثير من الشخصيات العراقية والمنظمات العراقية بل والعربية والدولية تتضامن مع ما يحدث في العراق، ونسعى بكل جهدنا للتكاتف مع هذه الجهود بغية إحداث تأثير مطلوب يضغط على المجتمع الدولي للضغط على الحكومة العراقية وتغيير ما يقع الآن أو ما يحدث في العراق. لا ننسى أيضا أن الثورة خلال هذا العام نجحت نجاحا لا بأس به. أولا أسقطت حكومة عادل عبد المهدي، كان لها دور في اختيار مصطفى الكاظمي قبل أن ينكث وعوده. هناك انتخابات جديدة على بعد سنة، وإن كانت المؤشرات الأولية تقول أنها ستتأجل ربما أكثر من مرة، لكن التغيير الذي حدث لا شك أنه حدث بما وقع في الشارع العراقي، ولولا هذا التغيير ما كان التغييرات. هناك طبعا وإن كانت بسيطة هناك محاولات لكشف الفاسدين. مصطفى الكاظمي تأثر تأثيرا فعليا بما أعطاه من وعود لمحاسبة الفاسدين، وهناك بالفعل بعض المحاسب وإن كانت لا ترقى
مستوى النهب الكبير الذي يحدث للعراق. أقول أن هذا التغييرات ممكنة والتأثير على المجتمع الدولي وارد، ليس مستحيلا، لكنه يحتاج إلى إدامة زخم الثورة واستمرارها، وهو باعتقادي كفيل بأن يحدث التغيير المطلوب. نعم أستاذ رحيم الكويسي، بالعودة إليك، ضحايا مجزرة النجف يتهمون مباشرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالوقوف وراء التحريض على قتل أبنائهم، هل من سبل قانونية يمكن أن تفعل في سبيل يعني تحويل هذا الاتهام إلى إجراءات قانونية للحد من عمليات القتل التي حصلت والتي حصلت قبل عام على يد ميليشيات القبعات الزرق، وإلى الآن محاولات الاغتيالات مستمرة؟ الميليشيات لا تتحرك من ذاتها، وإنما بناء على أوامر. كل الميليشيات المرتبطة بإيران التي لها قوة في الشارع العراقي لا تتحرك من ذاتها، وهؤلاء الذين يسمون قبعات الزرق أو سرايا السلام، سمي ما شئت، لا تتحرك إلا بأوامر من القيادة المركزية لها، وهؤلاء يتحملون المسؤولية كما يتحمل الفاعل الأصلي. في لغة القانون الجنائي هناك فاعل أصلي وهناك شريك، الشريك هو الذي يحرر، هو الذي يعطي الأوامر، هو الذي يوافق هذه المجموعات المنفلتة التي تذهب لقتل الناس وجرحهم ومتابعتهم. ثوار النجف تبعوا حتى إلى المستشفيات، وهناك من قتل وهو جريح في هذه الحالة، وهي جرائم ضد الإنسانية. إذن عندما نستطيع أن نحاسب الجميع، نحن نعرف الشباب الذين ضحوا بدمائهم وقتلوا أكثر من 500 شهيد أو 700 شهيد، وهؤلاء خلال فترة حكم عادل عبد المهدي، وإحنا أكثر من مرة قلنا المسؤولية مسؤولية الرأس، مسؤولية مجلس الوزراء، لأنه هو الرئيس الأعلى، هو المسؤول عن أمن الناس، وطالما هو مسؤول عن أمن الناس إذن أي خلل في هذا الأمن هو الذي يتحمله. في دول العالم عندما يتصادم قطار مع قطار آخر يستقيل وزير النقل، عندما تموت مجموعة معينة يستقيل وزير الصحة، لكن لدينا، لأن الكل مشترك بهذه الجريمة مع كل الأسف، وبالتالي الكل يغطي بعضه بعضا في هذه الحالة لكي يبتعدوا أو لا تكون هناك مساءلة. لو كانت هناك الغرب هذا المنافق مع كل الأسف، شوف ماذا أقامت الدنيا ولم يقعدها على هذا المعارض الروسي، والكل يطالب بإطلاق سراحه من أمريكا إلى فرنسا إلى بريطانيا إلى ألمانيا، لكن هذا الشباب الذي يقتل في ساحات في وضح النهار لا يحمل إلا علم عراقي، ولا يريد إلا وطن، ولا يطالب إلا بالحد الأدنى الذي يطالب به أي متظاهر سلمي على خريطة العالم. يعني الكل يسكت في هذه الحالة، وكأنهم هناك موافقة ضمنية لما يحصل في العراق من قبل هذه الميليشيات ومن قبل هذه السلطة التي ائتمرت أو شكلت بإرادة أمريكية إيرانية في هذه الحالة. نستطيع أن نقول الجماهير لا تسكت، وصحيح ستدفع ثمنا غاليا لكن لا تسكت. يطالب المطلوب من المعارضة، المطلوب من إدارة الإعلام أن تنتصر لهؤلاء الشباب في الساحات. وأتصور هذا الشهر، نحن في شهر شباط في ذكرى الثورة، سنسمع الكثير لشباب الساحات. نعم دكتور. أستاذ حسين دلي، يعني إلى أي مدى ترى أن صورة القمع في إيران عندما تخرج تظاهرات ضد النظام الملالي هناك يتم قمعها، ترى أن هذه الصورة قد استنسخت في العراق أو يراد استنساخها في العراق على غرار استنساخ الحرس الثوري الإيراني ممثلة بميليشيات الحشد في العراق، أيضا أساليب القمع وأساليب يعني التحريض على القتل مثلا على سبيل المثال تحت مبرر المندسين، يتم تصفية المتظاهرين وهم سلميون يعني لا يحملون السلاح؟ يعني لا شك أن تشابه الوسائل والأساليب بين قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات الواسعة التي طلقت أكثر مرة خلال العامين الماضيين في إيران تجري على ذات المنوال منها في العراق وفي بقية الدول. النظام أو الأسلوب القمعي أصبح أسلوب معروف دوليا، وهذا الأساليب تخترع الحكومات القمعية من تلك الوسائل والأساليب التي
تمارسها لقمع تلك الثورات وإيقاف زخم الشارع ووعد الثورة في مهدها، الذي شهدته إيران في آخر احتجاجات واسعة في قبل تقريبا 9 أشهر وقبل عام ونصف. نرى تقريبا حذو القذة بالقذة كما يقال، جرى بنفس الوسائل والأساليب قمع ثورة تشرين، طبعا للترابط الوثيق بين الجهة التي تقوم بالقمع وهي الميليشيات المرتبطة بولاية الفقيه، فلذلك نرى أن الأساليب نفسها تستنسخ في عملية قمع الثوار، القتل، الاختطاف والتعذيب والاتهامات. هذه الوسائل الأربعة التي تتبعها الميليشيات، وطبعا للأسف الحكومة العراقية تتواطأ مع هذه الميليشيات فتوزع الاتهامات على الناشطين، وقد شهدنا أيام حكومة عادل عبد المهدي كيف أن الجهة المعروفة التي تتهم وتوجه لها اتهامات بالقتل لا تجرؤ الحكومة على تسمية أي شخص، بل تتهم طرف ثالث رغم أن هذه الجهة معروفة هي التي تقوم بالقتل. فأقول هذه الميليشيات التي تقوم بعمليات استهداف الناشطين تستنسخ ذات التجربة التي تراها في إيران، ولأن ممارسات الحرس الثوري ليس فقط في إيران، حتى في الدول التي توجد فيها قوى وميليشيات مرتبطة بإيران في لبنان، في اليمن، في سوريا، هذه الوسائل والأساليب المتشابهة تقريبا بين هذه الأنظمة القمعية لا شك أنها يتم محاكاتها واتباع نفس الأساليب والوسائل التي تؤدي إلى فرزنة الجهات الثورية وعملية فصلها عن الشارع بتلك الاتهامات، ثم استهدافها أما بالقتل أو الاعتقالات. وقد شهدنا اتهامات كثيرة للثوار بأنهم أبناء سفارات، بأنهم عملاء، بأنهم جوكرية، بأنهم مرتبطين بالخارج، مرتبطين بالمخابرات الأمريكية، وهذه بل حتى بعض الاتهامات أنهم مرتبطين بالسعودية، بقطر، بالخليج، وهذه الاتهامات تتكرر وكل فترة تتجدد هذه الاتهامات نفسها وهي معروفة الدوافع. لكن نقول رغم تلك الاتهامات، رغم تلك التشابه التجارب، إلا أن الوعد الثوري بأن تلك الاتهامات متشابهة، بأن وسائل القمع مستنسخة، ولد حالة وعي مضاد لهذه الأجهزة القمعية، والآن هناك فرز يعني مضاد إذا صح التعبير. وسائل التواصل الاجتماعي الآن تحفل بكثير من الهاشتاغات التي تعري الميليشيات، بل وصلت أنه إسقاط هيبة المرجعيات المتواطئة مع الميليشيات. اليوم في الشارع العراقي لم تعد هناك هيبة مثل ما كانت قبل سنوات للمرجعيات في النجف والمرجعيات في بغداد، لمقتدى الصدر الذي كان خط أحمر المساس به، الآن أصبح يتهم بشتى الاتهامات، ولم يعد هناك جهة تستثنى، لأن الشارع العراقي أصبح يصف هؤلاء ويفرزنهم بالشكل الصحيح، وهذا مؤشر على مقدار الوعي التي وصلته تلك الثورة. وهنا أضرب مثل على ذكر مجزرة النجف، ما قامت به شهلاء يونس أم مهند القيسي منذ اغتيال ابنها في مجزرة النجف قبل عام، كانت تجوب القنوات، تجوب الشوارع، تجوب المحافظات العراقية. هذه الامرأة الوطنية المناضلة كان لها دور كبير في فضح ميليشيات القبعات الزرق ومقتدى الصدر، وأصبحت تنادي بأعلى صوتها، وأصبحت لديها كلمة مسموعة، حتى أصبحت جميع وسائل الإعلام العربية والدولية تتلقف ما تقوله أم مهند القيسي في مؤتمراتها. وهنا أقتبس بعض من كلماتها عندما اتهمت مقتدى الصدر في لقاء مشهور، فقالت أنت يعني سمته بطل الهزيمة أمام المحتل، بطل الاغتيالات، بطل نهب الثروات. وهذه الإمرأة لوحدها كانت مشعل من مشاعر الثورة التي شهدناها خلال هذا العام. فأقول إنه الثورة العراقية تستطيع أن تواجه
الميليشيات الإيرانية مثل ما واجه العراقيون إيران خلال سنوات الثمانينيات وما بعدها. نعم أستاذ حسين، أيضا الناشط في التظاهرات النجف طبعا يعني واحد من بين الآلاف الذين تعرضوا لمحاولات اغتيال، وهو الناشط أحمد الحلو، كتب في وقت سابق على حسابه في فيسبوك أن عناصر من ميليشيا السرايا التابعة للصدر دهمت منزل أهله واعتقلت والده، وأيضا تعرض هو لمحاولة اغتيال فاشلة تزامنا مع حملة مداخمات واعتقالات تنفذها الميليشيات ضد الناشطين. دكتور رحيم الكبيسي، يعني بطبيعة الحال هناك من يصف المجتمع الدولي فيما يخص التظاهرات في العراق وعمليات القتل التي يعني هي مستمرة منذ انطلاق ثورة تشرين وإلى الآن، يصف المجتمع الدولي أنه كنع ما يدس رأسه في الرمال لكي لا يخرج بشيء إلى العالم يضع حد لهذه المجازر وهذه الانتهاكات. نتساءل هنا عن القانون الدولي، وحضرتكم أستاذ في القانون الدولي، القانون الدولي يعني ما علاقته بالسياسة الدولية لا سيما تجاه العراق تحديدا؟ يعني نرى أن الغرب عندما تحصل فيه أي حالة حتى في الولايات المتحدة إذا قتل رجل أسود هنا يعني أقيم الحد، وضع القانون، يعني كل وسائل الإعلام تتحدث عن امتهان كرامة رجل أسود كذا، لكن في العراق نرى الحالة معكوسة تماما، بالآلاف يقتلون ولا من محاسب ولا من قانون ينصفهم. يعني هنا القانون الدولي كيف ينظر إلى العراق، إلى الحالة العراقية، ما علاقته بالسياسة تجاه العراق؟ النصوص القانونية شيء والتطبيق على الأرض شيء آخر. من يتحرك، من يتحكم بالساحة الدولية هم الأمريكان والغرب، بقية الدول الغربية التي ساهمت في احتلال العراق، ليس الأمريكان فقط، وإنما صحيح إيران معهم، لكن تعرف الدول الغربية باستثناء فرنسا في ذلك الوقت عندما كان جاك شيراك رئيسا رفض الاشتراك، لأن احتلال العراق لم يكن له أي مسوغ قانوني في هذه الحالة، إذن دون شرعية قانونية. لما سيطرت أمريكا على احتلت العراق، وبالتالي هي التي جاءت بهذه العملية السياسية، فكل ما يجري داخل العراق هو مشروع أمريكي، وبالتالي لا يستطيع أحد نقل الأمر إلى الساحة الدولية لمحاسبة هؤلاء الذين ارتكبوا من الجرائم كثير، لأنه مشروع أمريكي إيراني مشترك في هذه الحالة. صحيح قواعد القانون الدولي، لأن تعرف أن القنابل الدخانية سلاح محرم دوليا الذي استخدمته الأجهزة الأمنية أو الميليشيات ضد الشباب السائر في ساحة التحرير، وهذا استوردته إيران لكي تموت به هذه الميليشيات، ولم يتحرك أحد في هذه الحالة. وبالتالي لا نستطيع مع كل الأسف أن نقول، إذا رغبت أمريكا عندما رغبت أمريكا أن تقول أن رئيس هيئة الحج الشعبي متورط إرهابيا صدرت القرار، وعندما قالت على العصائب صدرت هذا القرار، إذا هي تستطيع أمريكا عندما تقول هؤلاء الذين ارتكبوا، وهي تعرف أسماءهم وتعرف أماكنهم في هذه الحالة، ممكن أن يحالوا إلى القضاء الدولي، عند ذلك هؤلاء سيهربون إلى خارج حدود العراق. المجتمع الدولي مع كل الأسف تحركه بعض الدول وليس كل الدول، ليس 200 دولة موجودة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإنما فقط الدول التي لها رغبات معينة. عندما أرادوا إسكات فوهات البنادق في ليبيا جاءت ستيفاني كما جاء بريمر في العراق، وبالتالي أنه العملية. نحن نحتاج إلى 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 جماهير تنزل مرة أخرى، على المجتمع الدولي يتحرك من سكوته، أو كما قلت تخرج النعامة من هذه الرمال المتحركة، وتضغط على هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم في وضح النهار. لهم يعني حيدر العبادي في وقتها عندما كانت مجزرة معركة شارع فلسطين وبالزعفرانية قال بالنص وهو رئيس وزراء،
وهو المسؤول الأمني الأول في الدولة كما الكاظمي الآن قال. هناك في بغداد فقط أكثر من 100 ميليشيا لهم مقراتهم لهم سلاحهم لا نستطيع أن نتعامل معهم. فأتوقع إذا هذا رئيس وزراء ولديه كل هذه القوات التي يدفع الشعب العراقي ملايين أو مليارات ثمن لرواتبها لا تستطيع أن يصلوا إلى مقر لهذه الميليشيات وقود هذه الميليشيات إلى ساحة القضاء، وبالتالي حتى لو افترضنا جدلا أنهم يعتقدوا سيخرجون باليوم التالي لأن القضاء لا يستطيع أن يحاكم هؤلاء القتلة مع كل في هذه النقطة. دكتور رحيم الكبيسي اسمح لي أن أنتقل للأستاذ حسين دلي. أستاذ حسين، الخزانة الأمريكية وما تفرضه من عقوبات البعض يصفها أنها العصا التي لا يمكن الضرب بها والتي لا تؤذي، يعني كفرض عقوبات مثلا على فالح الفياض أو على أي شخصية مثلا تتهم من قبل الخزانة الأمريكية بقتل المتظاهرين وما إلى غيرها من اتهامات، هل ترى أن الأمر هو مرتبط بالفعل الأمريكي فقط فيما يتعلق ب وضع حد لهذه الانتهاكات، في حين نرى أن الولايات المتحدة تصدر العقوبات عبر يعني مؤسسة الخزانة الأمريكية ولا جدوى عمليات القتل المستمرة؟ يعني في الحقيقة مسألة العقوبات الأمريكية الناس يختلفون تجاهها وجدواها، لكن في واقع الحال معظم من يوضعون تحت لائحة العقوبات الأمريكية يقصون سياسيا. هذا أمر تقريبا موجود في أغلب الدول خاصة في دولنا العربية المرتهنة بشكل أو بآخر بالسياسة الأمريكية، فلا نستطيع القول أن العقوبات الأمريكية لا جدوى لها، ولكن في ذات الوقت مثل ما تفضلت ليست ذات فعالية كبيرة في التغيير الذي نأمله نحن في العراق. صراحة ارتباط العملية السياسية العراقية بالسياسة الأمريكية ارتباط وثيق، لا ينكر في هذا السياق أن معظم الأموال العراقية وهي تكاد تكون فقط من تصدير النفط تدخل أولا في البنوك الدولية والبنوك الأمريكية على وجه الخصوص، ولا يتم صرف الميزانية الحكومية العراقية إلا وفق موافقات دولية وأمريكية بذات الخصوص. فعمليا العقوبات الأمريكية لها تأثير، لكن هل هذا التأثير مثل ما نطمح؟ لا. هل هو يعني يوازي التورط الأمريكي في الوحل العراقي؟ هل هو يمثل رد فعل حقيقي أمريكي تجاه الجرائم التي ترتكبها الميليشيات المرتبطة بالإيران خصوصا في ظل الصراع الأمريكي الإيراني في العراق على وجه الخصوص؟ ليس هناك أي فعالية لما تصدره الخزانة الأمريكية في هذه الحالة. طبعا هناك أمر واقع، التظاهرات قائمة ولا زالت، عملية القمع مستمرة، الميليشيات هي من تقوم بقمع المتظاهرين، وطبعا وسائل الإعلام لا تسلط الضوء على جميع ما يحصل من انتهاكات، فقط ما يتم تسريبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعالم ينظر، يعني ليس هناك أمر مخفي. في هذه النقطة أستاذ حسين، يعني البعض يقول والكثير عفوا يقول بأنه التظاهرات هذه ثورة تشرين هي مسنودة من قبل الشارع العراقي، مسنودة من قبل الناس، والدليل ما حصل في محافظات الجنوب سواء كانت في واسط أو في الناصرية أو في النجف وإلى اللحظة هنا. يعني مثل ما تفضل الدكتور رحيم الكبيسي قال الجماهير يجب أن تضغط أكثر هنا في إطار السلمية بالطبع. في هذه النقطة المتظاهرون هم يوازنون مثلما تفضلتم في ما ذكرتم قبل قليل، هناك يجب أن يكون موازنة ما بين الشارع الحفاظ على أنفسهم وما بين مطالبهم السلمية. هل ممكن أن يكون هناك ضغط جماهيري أكبر من أجل لفت نظر المجتمع الدولي الذي ينظر إلى عمليات القتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا بطبيعة الحال الثورة العراقية الآن بين فكي كماشة، هناك التواطؤ والخذلان الحكومي وهناك مطاردة الميليشيات التي هي الفاعل الرئيسي في الشارع العراقي. هذه الموازنة بين استمرار زخم المظاهرات في الشارع وإدامة هذا الفعل الثوري
يجب أن تكون بذات المستوى من الاهتمام والانتباه لحماية الثوار لأنفسهم ولساحاتهم الثورية. كما نشاهد خلال الشهرين أو الثلاثة الماضية هناك زيادة مضطردة في استهداف الناشطين، لكن بذات الوقت شاهدنا هناك تضامنا لا بأس به من العشائر من ساحات التظاهر. شاهدنا خلال المناسبات الرئيسية استذكار مجزرة الناصرية وشارع الزيتون، استذكار مجزرة النجف قبل يومين، ما شاهدناه في اتحاد أدباء النجف كان رسالة واضحة جدا للحكومة والميليشيات وعلى رأسها الميليشيات المرتبطة بمقتدى الصدر. كانت دور الشعراء في الفترة الأخيرة في الأسابيع الأخيرة المثقفين والنخب رأينا طبعا هؤلاء هم كانوا أيضا ولا زالوا مستهدفين في يعني بالتأكيد. كنخب مجتمعية لكي لا يسمحوا بأي تغيير في الواقع، أليس كذلك؟ بالضبط، هو في حقيقة الأمر أنا ذكرت قبل دقائق أنه الثورة تحتاج إلى التنويع في أساليبها وإلى تغيير تلك الوسائل التي اتبعتها في الفترة الماضية، لأن اتباع أسلوب واحد قد يؤدي إلى وأد الثورة. ولا شك أن الثوار وهم على الميدان أعرف منا بكثير من الوسائل والأساليب، ونحن هنا ندعو العشائر العراقية وساحات الثورة لحماية المتظاهرين والناشطين منهم على وجه الخصوص، وإدامة زخم الثوار ومساعدتهم والحفاظ على الساحات من الهجمات وحرق الخيام وهدم الساحات. ولذلك نقول أن هذه روافد الثورة اللي هي العشائر، الشخصيات الوطنية، وسائل التواصل التي أصبحت اليوم هي عنصر رئيسي بل يكاد يكون العنصر الأبرز في دعم الثوار والناشطين، لابد أن تتكاتف كل هذه الجهود في حماية الثورة وحماية الناشطين، وبذات الوقت فضح ممارسات الميليشيات والتواطؤ الحكومي الذي أصبح مفضوحا على كل الأصعدة. إذن في دقيقة واحدة دكتور رحيم الكبيسي، من ينتصف لدماء الشهداء؟ نحن أمام جرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي كما نقول يجب تحريك الدعوة العمومية داخليا وخارجيا لجلب هؤلاء إلى ساحة القضاء. لا نستطيع أن نعتمد لا على قضاء داخلي مع كل الأسف لأنه يخاف. نحن نعرف أن أم مهند القيسي شهيد النجف تحركت إلى القضاء، لكنه لم يستطع القضاء أن يقبل دعواها، لأن يعرف جيدا أن المستهدف من الدعوة هم سرايا السلام ومن يكون مسؤولا عليهم. لكن الجماهير لن تسكت، وبالتالي مهما غلى الثمن في مستقبل الأيام سيكون النصر لهذه الجماهير لساحات الثوار للثورة وللثوار بإذن الله. شكرا لك دكتور. أستاذ حسين دلي، هل نجحت المجزرة في تخويف شباب الثورة في أقل من دقيقة؟ يعني لا شك أن هذه المجازر وتواليها وتكرارها أثر بنسبة ليست بالقليلة على الزخم الثوري وعلى ساحة الثوار في ظل انكشاف الغطاء الحكومي وتقاعس القضاء عن محاسبة هؤلاء. لا شك أن لهؤلاء الناشطين عوائل تسعى إلى حمايتهم، فلذلك بالتأكيد أثرت بنسبة لا بأس بها على ساحات الثوار. لكن أعيد وأكرر أن القصاص من القتلى قادم مهما تأخر، وهنا القصاص القصاص من القتلة القصاص من القتلة بالضبط أحسن تقي. وهنا أذكر بالأسبوع الماضي عندما أعلنت محكمة العدل الدولية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونحن نعرف ما فعلته إسرائيل خلال أكثر من 7 أو 8 عقود، ومع ذلك المحاسبة لإسرائيل المدعومة دوليا ستحصل. ولذلك نقول لنحذر الحكومة العراقية والميليشيات المرتبطة بها أن المحاسبة والقصاص قادم، وأن محاسبة من قتلوا العراقيين وأسالوا دماءهم لابد أن تتحقق ولابد أن تحصل ولو مهما طال الزمن. شكرا لك أستاذ حسين دلي الصحفي والإعلامي العراقي ضيفي الكريم في الاستوديو، وشكرا لك دكتور رحيم الكبيسي أستاذ القانون الدولي ضيفي عبر الهاتف من عمان. شكرا لك ضيفي الكريم. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.